يمكن فترة الجامعة كده لما بنيجي في آخر سنة ويبقى عندنا مشروع التخرج، أكيد كلنا مرينا بالتجربة دي. بيبقى يعني أقصى طموحنا إن احنا ناخد تقدير كويس فيه أو نطلع يعني تقدير أول كده أو مركز أول على مستوى الجامعة أو على مستوى الجامعات كلها. لكن الحقيقة ضيوفنا اللي منورينا النهاردة في الاستوديو هم مميزتين جدا، لأن هم دخلوا مسابقة دولية في مجال دراستهم، وكمان مش بس دخلوها هما كمان فازوا بيها. معانا في الاستوديو المهندسة ندى مقبول، أهلا بيكي. وكمان معانا عايدة البطران، أهلا بيكي عايدة. هما مهندسين أو مهندستين من كلية عمارة، تخصص أو قسم تصميم داخلي، عشان مهم قوي التعريف ده، لأن هما المجال بتاعهم اللي عملوه يقدروا إن هما يلهموا بيه المعماريين إن هما ينفذوا مباني كتيرة جدا داخل مصر وخارجها بشكل مميز أو بشكل معين هنفهمه منهم. الحقيقة هما حصلوا على كمان جايزة، في جايزة دولية اسمها جايزة مجتمع العمارة الدولي، هنعرف تفاصيل اكتر منهم. هم منورنا، اهلا بيكم منورنا. اهلا بيكي. ازيك يا ندى؟ ازيك يا عايده؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. طيب في البدايه كده حابين نعرف منكم اكتر، كل واحده اتكلمنا عن المشروع بتاعها واللي دخلت بيه المسابقه كان عباره عن ايه. انا المشروع بتاعي يعني هو معتمد على احياء التراث في مصر. اخترت فابريك اسمها التالي، التالي الاسيوطي. دي فابريك اتعملت في القرن 19، مع الوقت بدات تقل البرودكشن بتاعها او بتتعمل بنسبه قليله قوي، ما فيش ناس كتير عارفاها سبيشالي في مصر كمان، يعني نسبه قليله جدا من الناس عارفاها، وهي تعتبر فاليوبل جدا ولها قيمه عاليه جدا يعني في البلاد كلها، معروفه باسم الاسيوط عشان هو المكان اللي اتعملت فيه. البروجكت بتاعي ان هو انا عايزه اساعد الناس اللي في اسيوط ان هو يكون ليهم دخل ثابت، اساعدهم ماديا من ناحيه الفقر، لان اسيوط تعتبر اكتر مكان فيه فقر في مصر، فاعمل بروجكت يساعدهم يعملوا الدخل ده بان انا بقى احيا التراث بتاعها بالفابريك بتاعت التالي. عايده؟ هو انا البروجكت بتاعي جه من فكره ان الفراعنه كانوا مهتمين قوي بالزهور وكانوا بيزرعوها يعني بشكل دايم، وكان فيه اهتمام بشع بالزهور زمان في مصر، فبدات ان انا احاول الاقي مكان تاريخي في مصر ليه يعني صدى كبير. فلقيت في الصوبة الملكية في المنتزه، الصوبة الملكية فيها زهور ونباتات نادرة من ايام الملك فؤاد لحد دلوقتي بيتم الاعتناء بيها. عملت بقى البروجكت بتاعي ان هو يكون اكستنشن ليها، يكون اكسسبل للناس، لان الصوبة مش اي حد ممكن يقدر يدخلها، ومش اي حد ممكن يعني يقدر يمارس فيها فلورال ارت او كده اكتر. اوكي. طيب ندى، ايه اللي رأيته في التصميم بالنسبه لك؟ يعني اول كده لما جيتوا تنفذوا المشروع، اول حاجه ايه اللي ودى دماغك لاسيوط؟ يعني احنا قلنا ان هي ممكن تبقى بلد يعني محتاجه ان احنا نزود فيها التنميه شويتين، محتاجه يبقى فيها تحسن ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه. لكن انت قاعده مع نفسك كده، ايه اللي خليك تفكري في ده؟ هو انا كنت مينلي عايزه اركز في فكره الفقر، فعملت ريسيرش عن اكتر مكان فيه فقر في مصر، وهو ده اللي خلاني اروح لاسيوط. وبعد كده بدات اسيرش عن ايه اكتر حاجه مميزه في اسيوط، ايه حاجه سبيشال فيها ما حدش بيستخدمها او بيتكلم عنها. ساعتها وصلت للتالي، يعني انا اول بوينت كان بالنسبه لي ان انا ادور على ايه اقل اكتر مكان فيه فقر. فبالتالي وصلت للتالي، ومن التالي بدات ابدا البروجكت بتاعي. بعد كده الكونسبت بتاعته بقى خدتها من العقده بتاعته. ايه التالي ده عشان برضو نوضح للناس؟ التالي دي خامه اتعملت في القرن 19، هي معموله من قطن او كتان داخل فيها نسيج من الذهب او الفضه، فدي اكتر حاجه كانت سبيشال بالنسبه لها. وكمان العقده بتاعتها كل عقده بتتعمل لوحدها، بتبتدي وتخلص بعد كده بتبتدي اللي بعدها. تقدري تفكرينا بشكلها شفناه في ايه او بنشوفه في ايه؟ هو كان في فاشن شو لديور كان مستخدم التالي ده بنسبه كتيره، في مصممين كتير قوي كانوا بيعملوه. كمان زمان الدانسرز يعني المشهورين والسليبرتيز يعني كانوا بيلبسوها على طول في الافلام. أوكي. الابيض واسود. احنا معانا صور برضو لو نبص عليها ونعلق كده ونشرح شويه. ده تبع مشروع مين؟ عايده؟ قول لنا. طب احكي لنا يا عايده. هو ده كافيه موجود برضو يعني جنب الصوبه الملكيه. الكافيه اعتمدت فكرته ان انا بدات احلل الورده، وممكن نرجع للشط بعد دي. الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها دي؟ لا. تمام. اوكي. هو الفكره اصلا الكونسبت بتاع البروجكت ان انا بدات احلل الورده،
لقيت ان الورده بتكون عباره عن اكسس، الاكسس دي متوزع عليها البورتس بتاعت الورده كلها. الاكسس ده عباره عن جولدن سبايرل، اخذت الجولدن سبايرل بدات ان انا اعمل منه باترنز. الباترنز دي استغلتها في الانتيرير ديزاين ان انا اعملها فلورنج. طيب لا يعني ده الموضوع فيه يعني تفاصيل كتير قوي، تفاصيل هندسيه يعني. فاهمين ان انت مهندسه من كليه عماره قسم تصميم داخلي، ايه اللي دخل الورد والزهور في الموضوع يعني؟ فاهمينا اكتر عشان الناس برضو تبقى يعني واصله الصوره. هو اصلا البايوفيليك ديزاين مهم قوي في حياتنا اليومين دول، يعني ان احنا بقينا معتمدين على التكنولوجي بطريقه فظيعه، فبقينا محتاجين ان احنا نرجع للنيتشر، لان ناس كتير بقى عندها مشاكل نفسيه بسبب التكنولوجي وبسبب ان احنا بعيدنا قوي عن الطبيعه. نعم، بسبب المباني الكتير اللي بنشوفها. بالظبط، وما بقاش في زرع زي زمان، يعني ما بقيناش بنشوف ورد كتير، وهو اصلا طبيعه الانسان ان هو بيحب يشوف ورد وبيحب يشوف حاجات طبيعيه اكتر. بالظبط، واشجار. ده طبيعي جدا. حلو كده احنا فهمنا. انتي بقى بتدخلي الورد في التصميمات. بالظبط، او بتاخدي منه زي ايحاءات او حاجات تقدري. فدي باترن وتحطيها في الحاجات. هو يعني هو الديزاين بتاعي باك تو نيتشر وبايوفيليك في نفس الوقت، وان انا واخده اورجانيك شيبس كلها، فالاورجانيك شيب برضو بيدي احساس بالبايوفيليك اكتر، مستخدمه ناتشرال ماتيريالز كلها. يعني كلها حاجات انت بالنسبه لك طبيعيه، وكلها حاجات انت اعتمدتي عليها. يعني من الطبيعه للطبيعه. للطبيعه يعني. بالظبط كده. طب الاماكن اللي روحتيها كانت فين؟ انا يعني لفيت جناين مصر كلها تقريبا. حديقه المنتزه شفتيها؟ بالظبط. رحت المنتزه. المنتزه يعني زرتها مرتين. المنتزه اصلا يعني اكيد انتوا عارفين ان هي بيتعمل فيها دلوقتي مشروع التطوير. بالظبط كده. فلما رحت هناك يعني كان في استشاري، هو قال لي ان انسب مكان هو الصوبه الملكيه. لما رحت بقى الصوبه الملكيه برضو ما كانتش اكسسبل ان انا نفسي ادخلها. هو وراني صور وكده، يعني نباتات ما شفتهاش قبل كده خالص، يعني قبل ولا شفتها على النت ولا حتى شفتها في اي مكان تاني. نباتات نادره جدا. ومن هنا بدات بقى الفكره ان انا يعني اهتم بحاجه نادره زي دي، ان انا اركز عليها تكون المين بوينت بتاعتي. طيب ندى، ايه اللي رأيتيه في التصميم بتاعك عشان يكون مناسب اكتر للعمال وللبيئه كمان في اسيوط؟ طبعا بالنسبه لاسيوط هي درجه الحراره فيها اعلى، ابر ايجيبت يعني عامه ليها كونديشنز معينه. فانا بالنسبه للماتيريالز بتاعتي استخدمت ماتيريالز تكون مناسبه لده، عشان برضو ما اكونش يعني بستخدم حاجه تخليني استخدم في الاخر انرجي اكتر، او حاجه يكون تاثيرها على البيئه سيء. فحاولت ان انا ادخل يعني اير طبيعي، حاولت ادخل سان لايت، كل حاجة يعني دخلت سولر سيستم. على الطبيعة بشكل برضو كبير يعني. بالظبط، سولر سيستم على الشمس وعلى الهواء. وإيه تاني؟ سولر سيستم يستخدم الشمس دي عشان أقلل الاستخدام بتاع الانرجي يعني. وبرضو بالنسبة للعمال، المكان اللي هم بيشتغلوا بيه فيه حاولت إن هو حاجة الأكتيفيتي بتاعتهم، فخليت المكان لايت والماتيريالز فيه كلها طبيعيه، خليت حاجه تخلي برودكتيفيتي اعلى يعني. يبقى في انتاجيه اعلى. بالظبط. حلو قوي. طب على ارض الواقع بقى، يعني المشروع ده ممكن يعمل ايه؟ لو بنتكلم بقى ان احنا المشروع ده المفروض ان شاء الله اذا هو اتنفذ، يعني المشروع ده مشروع تخرج. بالظبط. طيب اذا اتنفذ، ايه النقله اللي ممكن يعملها؟ اول حاجه اسيوط هي فيها اماكن اثريه وفيها اماكن تراثيه، من ناحيه بالطريقه الفرعونيه، بالطريقه مسيحيه واسلاميه، كل دي ما حدش يعرف عنها حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه اسيوط طبعا التالي ده هيتنقل نقله مختلفه، لان المصريين نفسهم مش عارفينه، فلما المصريين يعرفوه وورلد وايد كمان الناس تعرفه، ده هيخلي يعني التورستس وناس من بره يقدروا يعرفوا اكتر عن تراثنا وكمان يجوا. هو في اماكن محدده ممكن السياح لما يجوا مصر هنا يزوروها في اسيوط؟ في اماكن. بالظبط، بقول لك في اماكن، في زي زي الاقصر وزي القاهره هنا، يعني اماكن اثريه اقصد. في تومز كتير جدا في اسيوط، وكمان اماكن تراثيه. فهي اسيوط اصلا يعتبر فيها سورسز كتير جدا ان هي يبقى فيها سياحه. بس طبعا هو الموضوع ده مهدور. فلو حصل بس مش مجهزه. هي مش مجهزه توتالي يعني، بس هي لو حد حاول يروحها هيوصل لها بطريقه سهله يعني. تمام. طيب عايده، كلمينا اكتر بقى عن مسابقه مجتمع العماره الدولي، اشتركتوا فيها ازاي وازاي حصلتوا على الجائزه برضو؟ هو الاشتراك سيمبل قوي، ان هو بس بتدخلي بتكتبي ديتيلز عنك، يعني في جامعه ايه
وبتدخلي بقى تكتبي اسمك وتبتدي تعملي ابلود بقى للصور بتاعت البروجكت بتاعك. بعد كده بيبتدوا هما بقى يبعتوا ميلز يقولوا لك يعني الخطوات اللي جايه ازاي، عشان هما كل سنه بيغيروا النظام سنه يعني مش قوي. بعدين في الاخر بعتوا لنا ميل ان احنا خلاص كسبنا. بيكون في بقى تو كاتيجوريز اللي هما انتيرير ديزاين واركيتكتشر. احنا انتيرير ديزاينرز. وبيكون في يعني طريقتين للاختيار. الطريقتين دول بيكونوا واحده منهم الجوري ممبرز والبريفيوس وينرز هما اللي بيختارونا. والطريقه الثانيه ان الكوميونتي ممبرز هما اللي يختارونا. اول طريقه بتكون 10 مشاريع على مستوى العالم. ودي احنا 4 مصريين كسبنا فيها، انا وندى البنا وفرح وائد. والطريقه الثانيه 5 مصريين، قصدي 5 على مستوى العالم، انا بس مصريه منهم بس كده. حلو قوي. طب قولوا لي ايه الفيدباك اللي جالكم على المشاريع بتاعتكم سواء من الجامعه او من خلال المسابقه؟ هو كله كان شايف ان هي البروجكتس دي ابليكابل قوي ان هي تتعمل، لان هي بتهلب من كذا طريقه، يعني بتساعد من كذا طريقه. فعامة لما حد بيعرف اكتر عن بروجكت، ايه الفكره بتاعته، الستبس بتاعته، كله بيكون انترستد ان هو لا بروجكت زي ده محتاج يتحقق لانه فعلا هيفيد البلد. انت عايزه. هو الناس كلها كانت متفاجئه بالكونسبت نفسه، لان هو يعني كونسبت عميق شويه وفي ديتيلز اكتر، يعني ما كانوش متخيلين ان انا اقعد بقى اركز في الديتيلز قوي كده. وفي نفس الوقت في ناس كتير دكتورز يعني حضروا المعرض بتاعنا في الجامعه وقعدوا بقى يعني كانوا عاجبهم قوي وقعدوا يقولوا لي لا لازم تنفذيه وحاولي تمشي في الستبس وكده. عظيم جدا. شايفين من وجهه نظركم كده سؤال عام، يعني ان مشروعات التخرج في منها اللي ممكن نستفيد منه ويعمل نقله نوعيه في المجتمع بشكل كبير باشكال مختلفه؟ قوي. اكيد. طب ايه اللي بيحصل يا ندى؟ يعني شايفه ده ممكن ايه اللي بيعطله؟ لا انا شايفه انه مينلي يعني لما حاجه بتوصل للناس المناسبه بصراحه بتتحقق، لانه فعلا في بروجكت برضو من السنه اللي فاتت دلوقتي بيتعمل على ارض الواقع، فدي حاجه من الحاجات برضو الواحد بتخلينا نعرف ان هو فعلا ستاب زي دي ممكن تساعد بعد كده. فوانس ان هي توصل للحد المناسب اللي هو هيساعد يحققها، فخلاص هي يعني تبقى ابليكابل بسهوله. يعني الفلوس مش كل حاجه في الموضوع؟ لا خالص. بالعكس، يعني احنا دلوقتي الدوله مهتمه قوي بان هي تطور وان هي تجيب بقى حاجات جديده يعني ما حصلتش قبل كده. في حاجات مختلفه. طيب عايزه تكلميني، انت سميتي المشروع بتاعك انتوفيليا؟ ليه؟ لان انتوفيليا يعني ادمان الزهور او العشق يعني للزهور. انت بتحبي الزهور اصلا، بتحبي تنسيق الزهور، بتفهمي فيها، عندك معرفه كبيره هو طبعا الأزهار. مش بروفيشنال قوي بسبب ان انا الجامعه يعني واخده كل وقتي، بس يعني بحاول، بحب قوي ان انا اتفرج وابتدي مثلا لو هدي لحد هديه وكده ابتدي اعملها له بشكل يعني سبيشال وكده. حلو. طب هل فاكرين من خلال المسابقه المشاريع اللي فازت معاكم كانت ايه او حاجه مميزه فيهم؟ هو من مصر مثلا ندى البنا، هي كانت عامله سجن. السجن ده كان يعني انسبايرد من الاول يعني بحيوان الارماديلو. هو ميلي اصلا هي معتمده ان هو بتحافظ على الصحه النفسيه للسجين، عشان الناس دي لما تخرج من السجن تكون معافاه نفسيا وتكون ناس احسن. فكره حلوه جدا. فهي استخدمت يعني كل التكنولوجيز اللي موجوده دلوقتي ان هي فعلا يبقى لها تأثير إيجابي على السجين ده، إن هو يطلع بني آدم أفضل بوركشوبس، وكمان زي سنسرز بالسنس كل الحركات بتاعتهم إزاي يقدروا يساعدوهم إن هما يوصلوا الستاب دي من غير ما يبقى فيه تأثير سيء عليهم. حلو قوي. وكان في برضه مشروع فرح وائل. فرح وائل كانت عامله الالباستر، والالباستر اصلا ماتيريال مصريه بقى لها مده كبيره قوي ما بنستخدمهاش، ولو بيستخدموها بشكل بدائي قوي، مع انها ماتيريال يعني تحفه، يعني هي اصلا بيسموها اللي هو باودر بتاع الذهب، يعني شبه الرخام شويه. بالظبط كده. الماتيريال دي بقى هي بدات تستخدم كل انواعها، وبدات تعرف الناس ازاي ان هم يستخدموها في ديزاينز من خلال الزونز بتاعتها وكده. طب في مشروع معين مثلا برضو نفسكم تعملوه في يوم من الايام، او حاجه محدده برضو انت حطاها في دماغك من وانت بتدرسي؟
يعني ايه اللي نفسك تعمليه كمهندسة؟ هو مين دلوقتي يعني اي حاجة بنفكر فيها بنحاول نوصل لقد ايه نقدر نوصل لبيلدينج يكون مفيد للانفايرمنت وفي نفس الوقت يكون اصلا مفيد للبشريه ان جنرال. فهو لو في حاجه هتتعمل فطبعا بالتكنولوجي والحاجات اللي بتحصل دلوقتي يعني التطور بتاع دلوقتي دي حاجه على طول بتساعد فاي ثينك لو طيب. في حاجه هتتعمل هتبقى سريعا كده ندى وعايده هل المسابقه اللي انتوا اشتركتوا فيها وفزتوا بيها ليها مردود ايجابي عليكم يعني ممكن تدعمكم او تساندكم في ان انتوا تنفذوا المشروع بتاعكم على سكيل اوسع او سكيل اكبر؟ اكيد هي المسابقه اصلا مينلي يعني هي بتبعت لمجلات كتير بتقول لنا انتوا عايزين تكونوا تريتش الناس ازاي ومن خلال الريتش اللي هم بيجيبوه لنا دول ممكن البروجكت بتاعنا يتحقق في يوم من الايام. حلو قوي بنات نورتونا جدا يعني ندى وعايدة يعني بالتوفيق ليكم يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه و وتكون اكبر بقى المهندسات في مصر بقى العالم كده ان شاء الله الوطن العربي والعالم باذن الله. شكرا جدا ليكم. نورتونا.